بسم الله الحمد لله والله فأما الذين شقوا أي أصحاب الشقاء بلا فناء رد بل مو الشقاء متى هاي مس صحة شقيت ثلاثة أربع أيام ودفعوني 40 و70 مليون هذا شقاء مش يسلبك المال هذا شقاء يسلبك كل ما كنت تتمتع به من خيرات الموت أنا ما عليك بالحياة وأنا ما عليك بالإخبار الرباني أنا ما عليك بالصبر عليك أنا ما عليك بالستر شناعتي حالك وأنا مجرد وما تقول أنا مش أهل الشقاء كيف أنا تولف بين ما تصنعه الآن الذي يهيئك بأن تكون من أهل الشقاء الأبدي وما هو سواه اللي هو تفكر في ذاتك ثم تفكر في المولى سبحانه وتعالى والتفكر الأول مدعو ومصبوغ بالتفكر الثاني هما كفلان باش يخرجوك من هذه الغيبوبة اللي انت فيها وتدعي أنك عالم وأنك واعي بحالك وأنه مش عالم كيفك انت بأحوالك وأحوال الدنيا ولا آخرة هذا ما زينه لك شيطانك لكن الآخرة تحب ولا تكرم شيء لكن ليس بصالحك لصالح هذه الأمة المرحومة والصلاة والسلام على الأنبياء والرسل الكرام.